بعد سفر وضفاير كتيرة جدا يلا نرجع شعرنا كيرلي. طبعا كان لازم اركز قوي على الترطيب بعد كمية السفريات اللي فاتت، وهنا استخدمت الديب كونديشنر بتاع جوفياليتي بعد طبعا الشامبو والبلسم. ده فيه بروتين وفيه مكونات بترطب الشعر جدا زي زيت الافوكادو والصبار والفيتامين اي، وبجد ترطيبه تحفة. شوفوا شكل شعري بعد ما غسلته كان لامع ومترطب ازاي. بعد كده بدأت اقسم شعري عشان اعمل ستايلينج، واستخدمت الليف ان كونديشنر بتاع جوفياليتي، وانتوا طبعا عارفين ان ده من اكتر الليف انز الخفيفة اللي انا بحبها. قوامه خفيفة جدا بيدي ترطيب وديفينيشن تحفة للشعر، في زيت الافوكادو وفي صبار. هنا كنت مقسمة شعري ورشة مية كويس قوي، وبحط الليف ان على كل الشعر، وبعد كده بعمل بالفرشة من فوق لتحت عشان تدي فوليوم زي في الفيديو بالظبط. بعد كده حطيت الجل، وده يا جماعة فيه افوكادو وبذر الكتان، ودول اصلا اللي بيثبتوا الشعر. قوام الجل كريمي وكان اول مرة اجربه، فاخدت نقطة على كل شعري، وبصوا كان شكله تحفة ازاي قبل ما ينشف. ده كان بعد ما نشفته يومها، بصوا الديفينيشن عامل ازاي. وده كان تاني يوم، وده بقى كان تالت يوم في الايفنت. بصوا الديفينيشن والفوليوم عامل ازاي، بجد بحبهم جدا. قولولي رأيكم لو جربتوهم.